السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعين، يا رب تكونوا كلكم بخير. في مطبخ خالة الشريف هعمل معاكم حاجة بقى النهاردة حلوة وجميلة. هنعمل كب انجلش كيك حلو وجميل، وهنحط فيه الفروت اللي احنا عملناها بقشر البطيخ عشان تعرفوا الفوائد بتاعته. حاجات جميلة، هو مفيد جدا للشعر ومفيد جدا للبشرة ومفيد جدا للتخسيس، مفيد لحاجات كتيرة قوي. يعني احنا بنعمله كحاجة حلوة ومفيد جدا. الكب كيك بتاعنا النهاردة كب انجليش كيك، لان الانجليش كيك بتعمل بالزبدة واحنا عاملينه النهاردة بالزبدة. بصي من جوه الفواكه المجففة فيه شكلها تحفة وجميل قوي، جميل جميل جميل. طبعا هيزيده فايدة. معايا نص كوباية زبدة نيوزلندي، زبدة بلدي، دي زبدة بلدي. نص كوب زبدة ونص كوب سكر. عايزة تزودي الكمية هتضعفي المقادير دي. نص كوباية سكر ونص كوباية زبدة. انا عملت على قد الكبات اللي عندي، ما عملتش كمية اكبر، مش عايزة كمية اكبر. نص كوباية سكر ونص كوباية زبدة. هدوب طبعا الزبدة مع السكر لغاية ما السكر يدوب خالص. انا بصراحة كانت بتساعدني مرات ابني، هي اللي عملت الكب كيك. انا وقفت معاها صورها وهي اللي عملت النهاردة الكب كيك. تسلم ايدك يا سارة. كب انجليش كيك احنا دايما بنعمله في القالب وكده، بس انا النهاردة عملناه كبات بحيث ان كل واحد ياخد الطبق بتاعه وياكل. معايا بيضتين زي ما انت شايفة، يبقى نص كوباية سكر ونص كوباية زبدة، ومعايا بيضتين. معايا فانيليا اهي، حطيت لها فانيليا عشان ريحة البيض وزفارة البيض. وممكن تحطي كمان معلقة خل كمان. طبعا هنفضل نضرب لما السكر والبيض وكل المقادير تتجانس جامد جدا وتبقى ناعمة جدا جدا. بصراحة هي طلعت تحفة جدا، وتسلم ايدك يا سارة. جميل جميل جميل. شايفة المقادير بقت ناعمة وجميلة ازاي؟ معايا ذرة ملح زي ما انت شايفة على الدقيق. بحط ذرة ملح، معلقة بيكنج باودر، بحط معلقة نشا. حطيت معلقة نشا بتخليها هشة وعاملة زي بالظبط التورتات والحاجات دي، بتبقى خفيفة قوي. معلقة النشا بتخليها خفيفة وجميلة. حطيت المقادير بتاعتي. هبدأ بقى، معايا كوبايتين دقيق، من كوباية ونص لكوبايتين حسب ما تاخد معاكي. بنزل حبة حبة زي ما انت شايفة. معايا نص كوباية لبن، بضيف بقى اللبن حسب الاحتياج. بضيف معلقتين بمعلقتين كده، سنة سنة على لغاية ما اشوف هياخد قد ايه. بس انا ببقى محضرة معايا نص كوباية. يبقى احنا عندنا اغلبية المقادير انصاص، نص كوباية سكر، نص كوباية زبدة، نص كوباية لبن، كوبايتين دقيق، وبيضتين. بزود اللبن سنة سنة، هي هتاخد معايا نص كوب كله اللبن هتاخده، لان العجينه كانت تقيله، مش يعني السمك بتاعها كثيف شويه، فيمكن هي خدت معانا كده نص كوبايه اللبن. زودناها شويه شويه. طبعا الانجليش كيك بيبقى دسم شويه زي ما انتم عارفين. بس انا المره دي ما عملتوش في القالب، عملناه بقى في الكبوت. وبعدين عشان احط الفواكه المجففه، معايا نص كوبايه نص معلقه دقيق حطيتها على الفواكه المجففه عشان ما يسقطش برضو معايا جوه المج جوه الكب معايا.
فبحط ايه معلقه دقيق عادي، دي بتخليها مرفوعه معاكي وما تسقطش في القاع تحت، مع ربع معلقه نشا، ربع معلقه دقيق، يعني مش كميه كبيره، هي يدوبك بس غلفيها بس كده. طبعا انا لما عملت الفروتي كنت مغلفاها برضو، بس الحاجات ديت عشان ما تسقطش معاكي وانت بتعملي، هي بتدي فايده كفايده للاطفال وفايده للكبار، وكمان شكلها كمان كان تحفه قوي وجميل يعني فعلا بيشهي بيشهي. كل مج كده هتحطي فيه معلقتين، المجات دي الكبات دي والله جميله جدا، وبتخلي الولاد كده يفرحوا بالحاجه اكنها ايه حاجه جاهزه جايه من بره، وشكل الفروتي فيها روعه روعه، تنفع في اعياد الميلاد، تنفع في حفلات، تنفع في قاعده كده حبايب قلبي متجمعين مع بعض، سهله وجميله، ولا هتقطعي ولا هتعملي. بألف هنا والشفا، ما تنسونيش بقى في اللايكات حبايب قلبي، نورتوني وشرفتوني، أحلى صحبة وأحلى أخوات وأحلى أولاد، وربنا يبارك فيكم جميعا. ما تنسوش مطبخ هلا الشريف، لايكات حبايب قلبي. بيتحط في الفرن، بتولع الفرن قبلها بخمس 10 دقايق كده، بتحطيه تلت ساعة، وبعدين بعد التلت ما يتفتحش عليه البزجاج غير بعد التلت ساعة، بعد التلت ساعة الحرارة على 180، بتبصي عليها ان لقيتيها استوت خالص وشها استوى ومن تحت وكله بتطلعيه، لو لقيت بس هي ان شاء الله بتبقى استوت وزي الفل، ما بتحتاجش اكتر من تلت ساعة. طبعا عندي الفروتشي بحط بقى على الوش كده شويه كده للاطفال كده، بتعمل لهم تفتح نفسهم للاكل كده، تفتح شهيتهم للاكل. طبعا احنا عايزين الاطفال اهي، معلش ديما بقى بتحط ايدها على الكاميرا، هي إيه كانت فرحانه قوي بالفروتشي ده، والالوان انتوا عارفين بتجذب الاطفال للاكل، فيا ريت يا ريت كده نشكل لاولادنا علشان واحفادنا. عشان بصي سارة بقى بتقدم لكم بقى الكب كيك، بتفتحوا عشان توريه لكم من جوه الفروتشي ماسك، بصي جاي في نص، بصي جميل ازاي وهشه هشه، وطعمها كان تحفه ما شاء الله، كانت جميله قوي. تسلم ايديك يا سارة، وفي رعايه الله ومع السلامه.